صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل، أهلا بيكم. حلقة جديدة ويوم جديد سعيد معانا هنا على قناة المحور، معانا فقرات كتيرة مختلفة ومتنوعة، ودايما صباح الأمن والأمان على بلدنا الغالية مصر. صباح الخير يا حبيبي. صباح الفل عليك يا علا، صباح السعادة والرضا والتفاؤل وراحة البال علينا وعلى حضراتكم وعلى كل اللي بيتابعونا في يوم سعيد. هنكون معاكم من دلوقتي لحد الساعة 9:30 بفقراتنا المعتادة، إن شاء الله تنال إعجابكم. بالتأكيد وإحنا نازلين الصبح كده يعني بكلنا بنبقى يعني بنتحسس خطانة، اللي بيسوق بقى العربية وهو رايح شغله أو عنده مشوار ومستعجل أو كده، في ناس تلاقي تصرفاتها في القيادة مش لطيفة، يعني زي ما بيقولوا كده بيرمي الكبود ولا مش عارفة إيه، يخش كده في حتة لا تتخطى الكم سنتي علشان يعدي في وسط الزحمة. الحقيقة إن التصرفات دي بتبقى مش لائقة خالص، وبتسبب مشكلات أحيانا، وأحيانا بتسبب حاجات مش لطيفة. ده حقيقي، لأن بيحصل مشكلة كبيرة جدا، هو عاوز يعدي ويسلك نفسه بمنتهى البساطة كده هو ماشي، فبالنسبة له مش مهم الناس التانية. ولكن لازم دايما لما بنتكلم في السواقة خد بالك من الناس اللي حواليك، علشان برضو محدش يأذي حد. في ناس بتسوق عربياتها بشكل طبيعي جدا، ولكن وقت الزحمة بيجي لهم حالة من التوتر والقلق، ده بقى اللي هو النوع التاني اللي بنتكلم عنه. يعني في اللي بيدخل عشان يسلك الأمور، في اللي بيكون عنده مشكلة كبيرة جدا من اللي بيحصل حواليه ده، وبيتوتر وبيقلق في الزحمة اللي حصلت. طب الناس بقى اللي في الزحمة دي تاخد بالها شوية، ويبقى عندها كده بعض النصايح اللي هنقولها لكم علشان ناخد بالنا. المسافة الأمنة اللي بيننا وبين أي عربية، يعني مش أنا علشان أنا سايبة مثلا نص متر أو متر بيني وبين العربية التانية فحد يجي يدخل فيه، ده المسافة الأمنة، علشان لو اللي قدامي فرمل أنا كمان يعني ألحق أخد احتياطي وفرمل. طيب إيه تاني ممكن نعمله؟ إن إحنا كمان نمشي بالسرعة المقررة على الطريق، نلتزم بالحارات المرورية اللي إحنا ماشيين فيها. إذا عايزين نغير الحارة المرورية علشان رايحين مثلا هندخل يمين أو يسار، يا ريت يبقى من قبلها وبندي إشارة وبالراحة كده ونشوف ورانا إيه الوضع علشان ناخد اليمين، مش فجأة كده تبقى أنت ماشي في أقصى اليسار وعايز تروح أقصى اليمين افتكرت في آخر شبر فتروح مدي إشارة. والله ده بيبقى أهوى من اللي بيبقى داخل يمين ودي شمال، يعني أصلاً ده بيبقى موضوع تاني يعني. ولكن على ذكر يمين وشمال، ناخد بالنا كمان ضمن النصايح دي من موضوع المرايات، سواء المراية اللي قدامي والمرايات يميني وشمالي، أعرف برضو الدنيا حواليا وأكون ماشي وعارف هدخل إمتى وإزاي. في حاجات تانية إن أنا ماليش نفسي في الطريق، يعني مثلا ما بقاش وإحنا سايقين كده اللي بيتكلم في الموبايل، اللي بيبعت رسائل، اللي بيعمل تليفونات بالنسبة له إنها لازم تتعمل دلوقتي من حيث التوقيت. وفي حاجات تانية، في ناس البعض يعني البعض أيوة مش أنا عارفة أنت عارفة اللي أنا أقوله بالظبط، يعني بيحب ياخد باله من نفسه كده. أيوة. الأنسة أو المدام عاوزة تزبط الميك اب وحاجات زي كده، ده مهم جدا بس مش في العربية. أكيد طبعا ده. يعني مش في العربية، وناخد بالنا ونلتزم بالتعليمات المرورية علشان نوصل بسلام وأمان للأماكن اللي احنا رايحينها من غير أي مشكلات لا لينا ولا اللي حوالينا، علشان الطريق ملك ومنفعة عامة للكل، مش لينا إحنا ولا لعربيتنا لوحدنا، فنفكر كده في اللي حوالينا. ونحاول كمان نتجنب، يعني من حيث المبدأ الطرق ما شاء الله كتير دلوقتي وفي يعني طفرة فيها، نحاول نتجنب المكان اللي ممكن يكون فيه زحمة. نروح لموضوع تاني وهو الذكاء الاصطناعي والروبوت. احنا بنتكلم دلوقتي ان الروبوتات بقت بتنافس البشر في كل حاجة، حتى في المواهب والإبداعات، لدرجة انها دلوقتي بقت بترسم. الروبوت بيرسم لوحة، ومش مجرد ان هو بيرسمها، لا دي بتتباع في مزادات علنية وكمان بأرقام كبيرة جدا. يعني ده الحقيقة اعلنته دار للمزادات، قالت ان اللوحة اتباعت بسعر الحقيقة بيتخطى $1,000,000 علشان تكون اول عمل فني بيصنعه انسان آلي بيباع في مزاد. تفتكر لو انت تعرض عليك لوحة وانت عارف ان روبوت هو اللي رسمها تشتريها؟ لا. تدفع الرقم ده فيها؟ لا او دفعوا $1,000,000 ولا دفعوا في الروبوت حتى كمان شوية اللي يوم بيدفعوا 2 و3 و4، يعني حاجة غريبة يعني الصراحة. بس هو يعني شئنا أم أبينا خلاص الموضوع دخل في فكرة الاستخدام والمشاركة في الحياة. يعني احنا شايفين الروبوت هو بيرسم، هو حاجة جميلة جدا يعني. بس هو برضو اللي مخليه يرسم هو الإنسان برضو،
ايوه الخوارزميات اللي الانسان برمجها. عشان كده هنرجع ونقول دايما مش بنطمن نفسنا ولا حاجه يعني، ان مهما كان الذكاء الاصطناعي بس هو ايه اللي في اللوحه اصلا عشان ادفع فيها مليون دولار بعيدا بقى عن اللي رسمها؟ لا استحاله طبعا يعني اصلا يعني. بس هي اللوحه اللي كانت قبلها، اللوحه اللي في قبلها في حد في النص كده طفل صغير تقريبا، مش عارفه. بس هو يعني غالبا يعني الناس اللي بتقتني هذه الاشياء بيبقى علشان هي فريده من نوعها، دي اول عمل فني باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال روبوت بيتعرض في مزاد، وبالتالي يعني فكرة ان هي الاولى يعني، فهو المقتنية عشان الفكرة دي بس، عشان يعني دافع المبلغ دافع المبلغ ده عشان كده. فيعني خلينا نشوف الايام الجاية الروبوت هيقدموا لنا ايه. ناخدكم بقى لموضوع تاني. الحقيقة وكلنا من اللي عندنا ولاد او في العيلة في اطفال صغيرين لحد سن 5 سنين، ده يعني مرحلة تكوينهم وازاي ينموا مهاراتهم وقدراتهم وشخصيتهم كمان تكون ازاي. وزارة التضامن الاجتماعي بتقدم بعض النصايح المهمة والظريفة جدا اللي ممكن لما نتبعها نقدر نساعد ولادنا وننمي مهاراتهم. نتابع ونرجع معاكم نكمل. عندك بنت؟ عندك ابن؟ وخلاص هيكملوا 5 سنين؟ متابعة التطور والنمو لأطفالكم بيبتدي منكم انتوا كأهل، واهتمامكم بالمتابعة والملاحظة المباشرة. معرفتكم لعلامات التطور لكل مرحلة هي أحسن حاجة ممكن تقدموها لأطفال. في الفيديو ده جايين نشارككم بعض علامات التطور الخاصة بالمرحلة المهمة دي، يلا بينا نتابع سوا. بنهاية سن 5 سنين هتحسوا إنه طفلتكم أو طفلكم خلاص أصبحوا أشخاص ليهم شخصية وإرادة مستقلة، وهيبدأوا يتأثروا بالأصدقاء، يحبوا يردوهم ويقلدوهم ويحاولوا يكونوا مستقلين أكثر عنكم ويتحركوا لوحدهم. هيبدأوا يفهموا قواعد الألعاب المختلفة ويلعبوا وفقا ليها. هيغنوا لكم أغنية، هيحكوا لكم الحواديت اللي سمعوها أو ألفوها وتقدروا تتناقشوا فيها. ودلوقتي كلامهم كله واضح تماما للكل. هيتطوروا كمان عقليا وإدراكيا، ويقدروا يعدوا من 1 لـ10، يتعرفوا على بعض الحروف والأرقام، ويفهموا الوقت، كلمات زي امبارح بكرة. هيقدروا كمان يقعدوا مركزين في لعبة أو نشاط من 5 لـ10 دقايق. وبالنسبة للتطور البدني، أطفالكم دلوقتي بقوا متمكنين من كل الأنشطة البدنية زي الجاري والنط على رجل واحدة، التسلق والمرجحة. لو عندكم شك أو لاحظتم إن في أي تأخر في العلامات أو المهارات دي، روحوا لدكاترة الأطفال أو الوحدة الصحية على طول. بنفكركم كمان إن من حق أطفالكم تأمين صحي بمجرد الولادة، تقدروا تسألوا عليه في أقرب مكتب صحة. ما تنسوش تطعموهم في الوحدة وتناقشوا دكاترتكم في التطعيمات الإضافية. لمتابعة نمو أطفالكم والتعرف على أهم مؤشرات النمو في السن ده، ممكن تستخدموا أداة متابعة نمو الأطفال لكل مرحلة عمرية، واللي هتلاقوها على الرابط اللي مع الفيديو ده. ربنا يوفق الجميع ان شاء الله في رعايه اولاده. نروح دلوقتي لوزاره السياحه اللي بتستعد لموسم حج 2025. شركات الطيران كمان بتستعد، كل الجهات المسؤوله عن تنظيم موسم الحج الجديد عشان يكون في تجنب لاي سلبيات. عشان كده وضعت بعض القواعد للتقديم لحج القرعه، ونعرفها مع بعض في الانفوجراف ده ونرجع لكم مره ثانيه. Thank you.
طبعا النهاردة بنحتفل بذكرى ميلاد المخرج الكبير نيازي مصطفى، واحد من كبار المخرجين في مصر والوطن العربي. قدم عدد كبير جدا من روائع السينما المصرية. عندنا فيلم رصيف نمرة 5، سر طاقية الإخفة، فيلم عنتر ابن شداد وغيره. تعالوا نشوف الفيديو المميز ده لمخرجنا العظيم، وبنقول يعني طبعا هنرجع ونشوف تفاصيل أكتر ونرجع لكم مرة تانية في يوم سعيد. فنان مميز الحقيقة، ومن بدايته عمل مع نجوم كبار زي يوسف وهبي ونجيب الريحاني وكثيرين من نجوم السينما، والحقيقة تم تكريمه من عدد من مؤسسات الدولة كتير لنشاطه الفني المميز. وكان بيكتب سيناريو واشتغل في المونتاج، ويعني كان متعدد المواهب. خلينا بقى من نيازي مصطفى، هذا المبدع اللي قدم لنا عدد كبير من الأعمال السينمائية والدرامية، نطلع لفاصل ولسه معانا فقرات كتيرة في يوم سعيد. استنونا. برغم ان درجات الحرارة فيها بعض الثبات كده، الا ان من وقت للتاني في شوية امطار في محافظة ما على السواحل الشمالية. شفنا هنا في القاهرة بعض الامطار الخفيفة. خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة من هيئة الارصاد الجوية ونرجع نكمل معاكم. بعد ما طمنا على درجات الحرارة، خلينا نتعرف على الظواهر الجوية بشكل عام خلال الأيام اللي جاية مع الدكتور محمود القياتي، عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين، تحياتي لحضرتك. أهلا بحضرتك. نطمن أكتر على الظواهر الجوية المصاحبة لدرجات الحرارة اللي احنا تابعناها مع حضرتك. احنا يمكن بالأمس طبعا شهدنا سقوط بعض الأمطار اللي وصلت لمتوسطة أحيانا على مناطق متفرقة من سواحلنا الشمالية. اليوم بتقل شدة وفرص الأمطار بشكل تدريجي، لكن لا زالت موجودة أمطار خفيفة في أغلبها على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، بتصل إلى متوسطة في بعض الأحيان. كمان اليوم مستمر معنا درجات الحرارة مشابهة بشكل كبير لدرجات الحرارة سجلناها بالأمس، واللي تتراوح في حدود 24 درجة حوالين القاهرة الكبرى، وبتقل تدريجيا كلما اتجهنا شمالا، وبتنخفض وبترتفع أيضا بشكل تدريجي كلما اتجهنا جنوبا. ده يعتبر حالة الطقس اليوم تحديدا. إن شاء الله من بكرة هندخل في حالة جوية مستقرة. طيب بالنسبة لحالة البحار يا دكتور، يعني مع هذه التقلبات الجوية، أخبار البحر الأحمر والمتوسط إيه؟ يعني حالة الملاحة البحرية في أغلبها طبعا معتدلة، بتسمح بكافة الأعمال والأنشطة البحرية، لكن البحر الأحمر اليوم تحديدا ممكن نلاقي بعض المناطق فيه بترتفع فيه الأمواج، لكن مش ارتفاع كبير، بيوصل لحوالي 2.5 متر. فده أيضا بيظل معاها البحر مهيئ تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية مع ارتفاع طفيف في الأمواج. طب كده حضرتك على حسب كلامك أن من بكرة في استقرار كمان وانحصار للأمطار الموجودة على بعض المحافظات وخاصة السواحل الشمالية، هذا الاستقرار مستمر لحد إمتى؟ يعني مستمر حتى بداية الأسبوع القادم على الأقل. الفترة دي فترة تقلبات جوية، ورد يحصل أي تغيرات، علشان كده دايما التنبؤات قصيرة المدى بتكون هي الحل الأمثل. لكن من بكرة إن شاء الله في امتداد لمرتفع جو في طبقات الجو العليا، هيعمل على استقرار في الأحوال الجوية، هترتفع درجات الحرارة خلال فترات الظهيرة بمعدل درجة لدرجتين. يعني اليوم لو بنسجل 24 هنبدأ نسجل 26 درجة، وهتكون الظهيرة الرئيسية طبعا هي الشبورة المائية. تمام، يعني خلاص كده نطمن على موضوع الشبورة ودرجات الحرارة مطمئنة، والأمطار حضرتك برضو طمنتنا عليها. أشكرك يا فندم، شكرا جزيلا الدكتور محمود القياتي، عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية. تمام كده، تستطمن.
يعني خلاص أجواء خريفية بتاخدنا كده بالتدريج للأجواء الشتوية، وإن شاء الله يكون فصل شتاء لطيف وخفيف علينا جميعا. ناخدكم دلوقتي ونروح لفضيلة الشيخ يسري علام وحديثه اللي هيفيدنا بعلمه عزام. يسري عزام اللي هيفيدنا بعلمه الحقيقة النهاردة، وموضوع مهم جدا لا تعسره الناس اللي بتقعد توقف لك المراكب السايرة دي. نتابع ونشوف. بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. يا صباح الخير والهنا والسعادة والسرور على حضراتكم جميعا في كل مكان. يومنا سعيد وصباحنا جديد، ودايما اللي بنقوله إن شاء الله يبقى على عملنا شهيد. شوف سيدنا النبي حبيبك بيقول إيه في الحديث: يسروا ولا تعسروا. الدين الإسلامي كله يسر، ليس عندنا تعسير. حتى لما ذكر العسر في القرآن جاء بالعسر بين يسرين: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. مفيش حاجة عندنا فيها تعسير أبدا. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. شوف الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لو مريض أو مسافر في رمضان افطر وعيد اليوم بعد رمضان. طيب مش قادر أصوم، بأدي الصيام في مشقة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. تطلع إطعام عن كل يوم. مش قادر أصلي وأنا واقف، صلي وانت قاعد، صلي وانت جالس، صلي وانت متكئ على جنبك، لأن الدين يسر. زي ما قال سيدنا النبي: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك الدين فيه شدة، الدين فيه تشدد. أبدا، الدين الإسلامي كله يسر وتيسير، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا نزل عليه آية في القرآن بيقول له فيها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا يجعلنا من الميسرين ويكفينا شر المعسرين. قولوا آمين. صباحكم كله هنا وخير، والسلام عليكم ورحمة الله. بنشكر طبعا الشيخ يسري اللي دايما بيكون معانا كل يوم بالكلمات البسيطة اللي نبدأ بيها يومنا يوم سعيد. خلينا دلوقتي نروح لفقرة التمارين الصباحية اللي تعودنا عليها وبنمارسها كل يوم الصبح مع كابتن يوم سعيد. معنا النهاردة كابتن مصطفى، هنرجع بعد التمارين اللي هنشوفها ونتابعها وازاي نعملها بالشكل السليم. صباح الخير، معكم كابتن مصطفى حكيم من كاستيلو فيتنس جيم. هكون معكم النهارده في برنامج يوم سعيد على قناه المحور. هنعمل مع بعض النهارده تمرينه هي اكتر تمرينه بتستهلك مننا طاقه في الجيم او في اي مكان، فاحنا هنقدر نعملها في البيت بنفس الاداء وبنفس المدى الحركي علشان نستفاد منها كتمرينه وككارديو يساعدنا في موضوع التخسيس اللي بيشغلنا كلنا. التمرينه هي تمرينه الرجلين. هنبتدي بالسكوات. أقدر أعمل التكرارات اللي أنا أقدر عليها، يعني لحد الفشل العضلي. بعد كده هنعمل لانجز. أقدر أعمل الموضوع بشكل أصعب شوية، إن أنا أخلي رجلية تترفع على أي حاجة ورايا وأنزل برضو بنفس الأداء. ده هيصعب الموضوع وهيخلي الهارت ريت عندي يعلى، هيخلي التنفس عندي أكتر، فبالتالي هيساعدني على عملية الحرق. ده طبعا باتباع نظام غذائي صحي عشان أوصل اللي أنا عايزه.
كان معاكم كابتن مصطفى حكيم في برنامج يوم سعيد على قناة المحور. شكرا. وجبة الفطار من الوجبات الأساسية والرئيسية واللي كتير مننا كمان يعني بيحب يتناولها بره البيت لو هيعزم أصحابه أو هيقضي وقت لطيف مع أصحابه. لكن احنا معاكم في يوم سعيد هنقول لكم على أفكار صحية ومفيدة ومغذية ممكن كمان تعزموا أصحابكم عليها في البيت ويبقى يوم لطيف كده وقعدة حلوة صباحية تستمتعوا بيها. دكتورة نورهان دويب أخصائي التغذية هتكون معانا وتورينا فطار مميز لفرنش توست كده لطيف نتابعه ونرجع نكمل معاكم حلقة. صباح الخير من برنامج يوم سعيد، معاكم نورهان دويب أخصائية التغذية. هعمل معاكم النهاردة وصفة فطار صحية وكمان لذيذة. هنعمل مع بعض فرنش توست. المقادير هتنزل على الشاشة وأنا كمان هقول لكم المقادير. يلا بينا نعملها مع بعض. المقادير عندنا 2 توست أسمر وبيضة، نص كوب لبن، قرفة، فانيلا، زبدة فول سوداني وعسل وعين جمل للتزيين. هنبدأ الأول حاجة بالبيضة. بعد كده هبدأ ان انا احط الفانيلا وهحط القرفة وبعد كده هعمل لهم ميكس كويس قوي. عايزة اقول لكم ان وجبة الفطار دي من اهم الوجبات اللي بتعمل بالانس في اليوم بتاعنا، فمهم جدا ان وجبة الفطار تكون وجبة متكاملة يعني فيها كل العناصر الغذائية اللي الجسم محتاجها من نشويات وبروتين ودهون صحيه. وهقول لكم الوجبه دي متكامله ازاي. اول حاجه انا هنا استخدمت بيض والبيض ده مصدر للبروتين، وبعد كده برضو هستخدم لبن، اللبن ده برضو مصدر للبروتين غير غني بفيتامينز ومعادن كتير، وهعتمد على مصدر النشويات اللي انا هعتمد عليه هو التوست الاسمر، وكمان اللبن والبيض هو مصدر للدهون الصحيه. عملنا ميكس كويس قوي. اهم حاجه نعمل ميكس كويس. يعني وصفه الفطار دي كده لو زهقانين وعايزين نفطر حاجه مختلفه فالفرنش توست من احسن الوصفات اللي احنا ممكن نعمل بيها نبدا بيها يومنا وتكون فطار حلو وطعمه لذيذ. تمام كده عملنا لهم ميكس كويس قوي. هبدا بقى ان انا هغمس التوست، بس الأول هحط المقلاية على النار عشان تكون سخنة. أهم حاجة إن احنا المقلاية عندنا تكون سخنة. هنزل بقى بالتوست. لأن أنا أغمس التوست كويس قوي عشان خاطر يتشرب الخليط وتكون كل توستاية متشربة بالخليط. بعد كده هدهن المقلاية بالأويل. ممكن نستخدم، أنا يفضل أن أنا أستخدم زيت جوز الهند، من أفضل الزيوت اللي احنا ممكن نعتمد عليها هو زيت جوز الهند. هاخد التوست تمام، هعمل برضو واحدة كمان. أتأكد إن التوست تعمل الخليط، أتأكد إن التوست اتشرب الخليط من كل حتة. هبدأ ان انا اضغط عليه. هقلب بقى الناحية التانية. مش بياخد وقت خالص. بجد الريحة عايزة اقول لكم تجنن جدا. هسيبه لحد ما يتحمر شوية. بس هبدأ اضغط عليه.
هو داب مني شوية وأنا عاملاه في الخليط، سبته شوية. اضغط كده عليه عشان خاطر يستوي كويس. اهم حاجه ان انا افضل اقلب فيه عشان خاطر ما يتلسعش. انا هنا اعتمدت على توست اسمر عشان خاطر التوست اسمر بيكون فيه الياف، فالالياف دي بتاخد وقت في المعده فبتشبعنا لاكتر وقت اكتر وقت ممكن، وكمان ان هي بتحافظ على مستوى السكر في الدم فبتخلينا شبعانين لوقت طويل. هو كده لونه بقى حلو خلاص، احطه هنا، ابدا ان انا احطه في طبق التقديم. دي لسه شوية. كده خلاص بقى لونها كويس. كده خلاص هبدأ بقى ان انا احط عليها التوبينج. هستخدم التوبينج اللي انا هستخدمه هو زبدة فول سوداني، فدي تعتبر من الدهون الصحية. هستخدم زبدة فول سوداني هحط عليها. ممكن كمان على فكرة نحط فواكه، فواكه بتديله طعم لذيذ قوي، الفواكه اللي احنا بنحبها فراولة اي حاجة. وهحط كمان عين جمل، العين الجمل مصدر دهون صحية غنية بالأوميجا 3 المهمة قوي عشان صحة المخ، وكمان حلوة قوي ممتازة للأطفال. وبكده هتكون وصفتنا للنهاردة خلصت. يا رب الفطار يكون عجبكم، فطار صحي عشان تعرفوا ان الحياة الصحية مفيش فيها كمان اي حرمان. وهتنزل دلوقتي على الشاشة وصفة غدا عشان لو محتارين تعملوا غدا ايه. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. بعد ما شفنا الفطار واقتراح لوجبة الغداء، خلينا نروح دلوقتي لرسائل الأستاذ عبير فؤاد خبيرة الأبراج لكل أصحاب الأبراج. النهاردة هتقول لهم إيه في رسائلها؟ كلها طاقة إيجابية إن شاء الله، ونرجع لكم مرة تانية. أهلا بكل متابعين يوم سعيد. النهاردة هنتكلم عن الحالة الفلكية ليوم الاثنين 11 نوفمبر، وهنشوف تأثير الحالة الفلكية هيكون ايه على كل الأبراج. والنهاردة طول اليوم القمر موجود في برج الحوت، واليوم بيبدأ وأورانوس بيتراجع في الثور، والمشتري بيتراجع في الجوزاء، والمريخ في الأسد، والشمس في العقرب، وعطارد وفينوس في القوس، وبلوتو في الجدي، وزحل ونبتون الاثنين بيتراجعوا في برج الحوت. النهاردة كمان في حدث فلكي مهم، فينوس بتسيب برج القوس وبتتنقل لبرج الجدي الساعة 8:24 دقيقة بالليل. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على ال 12 برج. نبدأ بالحمل. مواليد الحمل عندكم القمر موجود في منزل الصحة السلبي، فده بيخلي الطاقة البدنية أقل. انتم محتاجين تاخدوا وقت كافي من الراحة وما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة. مهم كمان تعملوا كل حاجة في سرية وكتمان، ما تتكلموش عن خططكم وتحركاتكم.
نروح للتور ومواليد برج التور، عندكم القمر بيدعمكم في العلاقات مع الأصحاب وكمان في الشغل، تقدروا انكم توطدوا العلاقات أكتر وتحصلوا على دعم من الزملاء والرؤساء في الشغل، ولو عندكم مشاريع تعملوا تنمية لمشاريعكم. وكمان في الحياة الاجتماعية يوم هايل للخروج مع الأصحاب والاستمتاع بوقتكم. نروح للجوزاء ومواليد الجوزاء، القمر عندكم في وضع معاكس، فخدوا بالكم في الشغل بالذات، اشتغلوا بدقة عشان ما يتمسكش عليكم أخطاء. نروح للسرطان ومواليد السرطان، القمر في منزل الحظ، يديكم الحظ على كل الأصعدة، فلو بتخططوا لرحلة أو سفر أو عايزين تعملوا رحلة أو سفر هتكونوا موفقين، هتعرفوا تاخدوا قرارات كمان سليمة عموما وتلتقطوا الفرص اللي تحقق لكم مكاسب، وعندكم كمان رغبة في التطور ورغبة في المعرفة هي اللي هتساعدكم تعملوا تطور. نروح لبرج الأسد ومواليد الأسد، عندكم القمر في منزل المدخرات، يساعدكم تزودوا مدخرات أو أملاك أو تزودوا دخلكم، يعني حسن إدارة عموما للنواحي المالية، وتعرفوا كمان تخططوا حلو لمستقبلكم في الشغل. نروح للعذراء ومواليد العذراء، القمر في مواجهتكم، فاخدوا بالكم ما تغامروش، ما توقعوش أي أوراق أو عقود، ما تغامروش في البيع وفي الشراء، وحافظوا على حقوقكم في الحركة وفي السواقة، اتحركوا بالراحة وسوقوا بالراحة حفاظا على سلامتكم. ولو متجوزين خدوا بالكم ما تدخلوش في أي صدام مع شركاء الحياة. نروح للميزان ومواليد الميزان، عندكم طاقة بدنية هتساعدكم انكم تنجزوا الواجبات اللي عليكم على أكمل وجه، سواء واجبات مهنية أو منزلية أو عائلية. نروح بعد كده للعقرب ومواليد العقرب، عندكم طاقة عاطفية تخليكم مؤثرين جدا في الجنس الآخر، وكمان تقدروا مواليد العقرب تثبتوا نفسكم في الشغل، فمش بس في الحياة العاطفية لكن كمان في الشغل هتثبتوا نفسكم وتحصلوا على التقدير لكل عمل بتعملوه. نروح للقوس ومواليد القوس، القمر في وضع معاكس، فبالذات في العلاقات مع الأهل والقرايب والأصحاب، فحافظوا على اللباقة عشان ما يحصلش أي خلافات. نروح للجدي ومواليد الجدي، القمر في منزل العلاقات، ده يساعدكم بقى تعملوا علاقات حلوة وتأثروا في اللي حواليكم وتحسنوا التصرف في كل المواقف، وبالذات لو في لقاءات مهنية مهمة يفضل انكم تعملوها في اليوم ده، هتستفيدوا من الإيجابيات اللي موجودة. نروح للدلو مواليد الدلو، عندكم التركيز مش أفضل حاجة في اليوم ده، فمحتاجين أنكم تراجعوا خطواتكم كويس في الشغل وفي الفلوس، وما تغامروش في قرارات بيع أو شراء، حاولوا تتأنوا علشان تتفادوا أي خسائر. نروح للحوت ومواليد الحوت، القمر في برجكم طول اليوم بيديكم سحر وجاذبية وتأثير رائع في كل اللي حواليكم وخصوصا في الجنس الآخر، وعندكم ثقة بالنفس بتساعدكم انكم تفرضوا إرادتكم ورغباتكم بمنتهى الذكاء. إن شاء الله يكون يوم حلو على كل الأبراج، وبكرة يوم جديد ويوم سعيد. شخص قريب منك في التعامل مع المرض النفسي. رؤية شخص قريب منك بيعاني من مرض نفسي ممكن تكون تجربة صعبة ومؤلمة جدا، وغالبا بتكون محتار تتصرف ازاي او ايه احسن الطرق اللي تقدر تساعده بيها. كل شخص وكل موقف مختلف عن التاني، بس دي شوية نقط ممكن تحاول تراعيها. من اهم الخطوات هي الطريقة اللي بتقرب بيها للشخص وتبدأ تتكلم معاه عن قلقك عليه. مش لازم تكون خبير أو عندك حلول لكل المشاكل، المهم إنك تعبر لي عن قلقك واهتمامك ورغبتك إنك تسمعه وتكون موجود علشانه. اختار الوقت والمكان المناسبين، اسمعه بجد، ادي الوقت يتكلم من غير ما تقطعه بالنصايح أو تحكي له عن تجاربك أنت. مهما حسيت إن مشاكلكم شبه بعض، خليك فاكر إن شخصياتكم مختلفة وتجاربكم مختلفة. استخدم كلمة أنا قلقان عليك، أو أنا نفسي تفكر تتكلم مع حد متخصص، ده أحسن بكتير من إن كلامك يكون بطريقة أنت لازم تعمل، أو
انت مش حاسس بنفسك. خليك عارف ان كلامك بيفرق، فبلاش الكلام اللي فيه صيغة الاوامر او الانتقاد، بلاش الاحكام على افكاره او تصرفاته، ما تستهونش بمشاعره وما تلومهوش عليها. ما تحكمش لوحدك هو محتاج ايه، اسأله هو عايزك تساعده ازاي. اظهر له اهتمامك وخليك صبور. لو مش عايز يتكلم دلوقتي ما تضغطش عليه، طمنه انك موجود وعايز تسمعه وقت ما يحب. طمنه انه مش لوحده وانه مش لازم يتعامل مع مشكلته لوحده. شجعه ياخد خطوة العلاج وساعده يشوف ان طلب المساعدة من متخصصين هو علامة على القوة والوعي. حاول تساعد في اي مشاكل متوقعة هتواجهه لما يجي ياخد خطوة العلاج، هيروح ازاي، مع مين. حتى لو كنت حاسس ان دعمك وافعالك مش كفاية، حتى لو كنت حاسس ان دعمك وافعالك مش فارقة بالنسبة له، فهي هتكون فارقة كتير. ممكن يكون الشخص بيتألم او مش قادر يعبر عن تقديره، بس رغبتك انك تكون موجود معاه وعلشانه دايما بتكون واصلة وفارقة. إذا كنا نفسنا نكون عايشين بشكل جيد وبنقدر ننتج وعندنا سعادة في حياتنا، بالتأكيد الصحة النفسية جزء مهم، مش بس صحتنا العامة أو شكل حياتنا الاجتماعية عاملة إزاي، صحتنا النفسية حاجة مهمة جداً ملهاش تمن الحقيقة ولا تقدر بتمن علشان نقدر نكون منتجين ويبقى فيه تنمية مستدامة. علشان كده وزارة الصحة أطلقت المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية، صحتك سعادة، امبارح. والحقيقة انه الدعم بقى المهم جدا اللي من خلال هذه المبادرة لفئات عمرية كتيرة والموضوعات كتيرة هنعرفها في فقرتنا مهم جدا. صحيح، لان فعلا الموضوع الخاص بالصحة مش الصحة العضوية وبس، والصحة النفسية مبادرة بتقدم الدعم لكل اللي بيحتاجه من خلال برامجها المتنوعة، في مسح شامل بيحصل من خلال المبادرة، من خلال توفير خدمات نفسية متخصصة، برامج توعوية شاملة، وتفاصيل اكتر بالتأكيد كتير هنتعرف عليها من ضيفتنا اللي مشرفانا النهاردة، الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام الأمانة العامة للصحة النفسية. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك سعيد. يعني بداية احنا محتاجين نتعرف على المبادرة نفسها، الفكرة امتى جت علشان نبدأ فيها تطبيق على أرض الواقع. طيب، تتفق الأول ان اي مبادرة فكرتها ان احنا نوجه الناس للجوء للعلاج، إنما الخدمة موجودة من سنوات طويلة طبعاً، والصحة النفسية كأمانة موجودة من أكتر من 26 سنة، فإحنا الخدمات موجودة، لكن الناس تتوجه لها إزاي، ونحاول نحارب الوصمة اللي بتخوف الناس من أنهم يلجأوا للعلاج النفسي في المستشفيات النفسية أو في العيادات النفسية. الصورة الذهنية للمرض النفسي مش مفهومة قوي ومشوشة عند كتير مننا. يعني أحياناً الواحد بيقع فريسة مثلاً الاكتئاب، يعني مش حاد ولا حاجة، بس هو مش مدرك أصلاً أنه ممكن من خلال المرحلة دي ممكن ينتقل لمرحلة تانية. إزاي بتساعدوه من خلال المبادرات المختلفة أنه يكتشف اللي جواه ويلجأ لكم؟ جميل. المبادرة فكرتها أن احنا هنمسك مرض أو يعني ظاهرة ونبتدي نتعامل معاهم بسبوتلايت أقوى، أن احنا نسلط عليها الضوء ونوضح للناس أن الخدمة بتاعة المرض ده موجودة. فبدأنا بثلاث مبادرات، وبصراحة انتهزنا فرصة أن معالي وزير الصحة والسكان بقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، والصحة النفسية أساسية في التنمية البشرية طبعا. وبدأنا نشتغل على طول على أننا نشتغل على ثلاث مبادرات أساسية، معظمهم تأثيرهم شديد قوي قوي ومؤذي للأسرة المصرية، وهي التوحد، مرض التوحد. فبنحاول نكتشفه مبكرا، لان الاكتشاف المبكر لمرض التوحد بيسهل العلاج وممكن جدا يوصل المريض لدرجه عاليه جدا من التحسن، الناس ما تبقاش عارفه ان هو عنده توحد اصلا. تمام. فالكشف المبكر عن التوحد دي اول حاجه، وهتتعمل مش بس في المستشفيات النفسيه، هتتعمل كمان في مراكز الرعايه الاوليه. المرض الثاني اللي مهتمين جدا ان احنا نتخلص منه ومؤذي لمصر والشعب مصر والشباب مصر والاسر مصر، مرض الادمان، ادمان المواد المخدره. الحقيقه المرض ده مرض سيء جدا، وللاسف الناس عندها لبس هو مرض ولا ظاهره، لا هو مرض. والحمد لله مصر دخل فيها دلوقتي علاج، يعني مجموعه كبيره من العلاجات المتفق عليها دوليا
اللي بتحسن مرض الإدمان جدا وبتوصل المريض لدرجة عالية جدا من الشفاء والوظيفية إنه يرجع تاني يؤدي وظيفته في المجتمع. فالحقيقة دي نقطة إحنا محتاجين نزود الدعاية. مرض زي أي مرض يا دكتور ممكن الشخص يتعرض له؟ مرض بيولوجي ده مستقبلات حسية في المخ عندها مشكلة معينة أول ما بتديها الدواء المطلوب المرض. ودايما بيتم تأكيد إنها بتكون بمجانية وسرية تامة. كل العلاجات بالظبط العلاج مجاني وسرية تامة. التالت بقى حاجة ظاهرة الناس مش واخدة بالها منها. حبينا نوضح لهم إنها فعلا ممكن تكون إدمان اللي هي إدمان الألعاب الإلكترونية بين الشباب. الحقيقة الألعاب الإلكترونية مش بس إدمان إن أنا أقعد على النت وقت يضيع، في ناس كمان فلوسها بتضيع، في ناس بتقامر أو بتعمل أمار على الإنترنت من خلال الألعاب الإلكترونية اللي ممكن تضيع وقت الشباب وفلوسهم وصحتهم. والله وكبار يا فندم كمان يعني متخطى الشباب. أنا بصراحة بتكلم حضرتك يعني بصراحة إحنا لما ركزنا على الهرم السكاني في مصر لقينا أن الهرم السكاني تركيزه كله في منطقة الأطفال والشباب. إحنا كدولة دولة شابة فحبينا دايما لما نواجه مشاكل يعني نواجه العلاج بتاعنا للمشاكل نبتدي بمشاكل الشباب. احنا لسه عندنا الجعبه فيها كثير يعني عندنا ان شاء الله مبادرات خاصه بكبار السن ومبادرات خاصه بالمراه ومبادرات اخرى خاصه بالاطفال. فاحنا عندنا مجموعه كبيره من المبادرات بس ابتدينا بثلاثه بس. طيب ابتديتوا بالثلاثه دول نظرا لاهميتهم زي ما حضرتك ذكرتي، لكن فكره التوعيه ان الناس توصل للمنصات والتواصل وممكن كمان ان العلاج يكون من خلال في بعض المبادرات مش في كل الحالات طبعا لان ممكن في الادمان محتاج يتحجز في مكان او كده، لكن في بعض المبادرات ممكن اونلاين تحصل الجلسات او السيشنز علشان الشخص يكون معافى باذن الله. يعني ازاي يتواصلوا ازاي يوصلوا لحضراتكم علشان يقدروا يحصلوا على الخدمه المجانيه؟ تمام. يعني احنا اول مره نعمل مبادره الحقيقه فتعلمنا من مكتب المبادرات تحت اشراف دكتور محمد حساني مساعد الوزير لشؤون المبادرات ان احنا لازم عشان نعمل مبادره ناجحه نبقى مطمنين الى وصول الخدمه للمريض. فالحقيقه كان اهم حاجه عندنا ان كل مريض هيشتكي يروح فين ويكلم مين ويتعامل معاه حسب التخصص للثلاثة الفرعيين اللي احنا بنتكلم عنها. فمن ناحيه التوحد احنا دلوقتي على المنصه الوطنيه للصحه النفسيه في اختبارات يعملوها الاب والام عن اولادهم اسمها اطمن على طفلك. طمن على طفلك ده من خلالها يقدروا يعرفوا نمو الطفل طبيعي ولا في مشكله. وكمان في اختبار عن التوحد مخصوص اسمه ام تشات يدخلوا يملوا بس بيانات الطفل والاعمال اللي التصرفات اللي بيعملها يعني يعرفها من البيت ويعرفوا من البيت اذا كان عنده ميل للتوحد ولا لا. التوحد ده يا فندم من 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 اشهر ممكن اكتشافه 18 شهر مظبوط بالظبط اقل من اقل ازاي بقى ايه السمات او العلامات اللي ممكن اصل احيانا يعني في سن متقدم كمان مش 18 مثلا هو فكره انه يمشي على طراطيف صوابعه او انه يرفرف بايده او انه هو انطوائي وقاعد لوحده اول ما الام تقول كده لاي حد يقول لا عنده توحد الفصل هنا انت عارفه الناس بتحب تبالغ وبعدين تميل الى التشخيص دايما الناس بتحب تشخص يعني. فهو حضرتك اول حاجه التوحد مميز بانه في مشكله في التواصل ان احنا انا ببص لحضرتك وبكلمك وصوتي بيتغير وانا بكلمك ونظرات وايديا شغاله وهكذا. الطفل التوحد ما عندوش ده ما عندوش القدره على انه يفهم او يؤثر بالنون فيربال كوميونيكيشن او التواصل غير اللفظي تمام. فتلاقيه شد مامته عشان تجيب له ميه او يشاور لها على حاجه عشان تعملها له بدل ما يقول لها الكلام. وتاني حاجه ان هو مش دايما بيتكلم ممكن حتى في مراحل عمريه معينه يكون وصل للكلام يعني يتكلم كويس وبعدين لما يصاب بالتوحد الكلام يتاخر. فدي من المواصفات يعني هو ممكن يصاب بيه بعد يعني مده معينه مش بيتولد هو هو اي حد بيصاب بتوحد غالبا بيصاب بيه قبل سن 3 سنين تمام. فممكن على سنتين سنه ونص سنتين يكون بدا يتكلم يرجع تاني يتاخر في الكلام. فدي حاجه تانية. الحاجه الثالثه حاجه اسمها الاوبسيشنز او الكومبالشنز اللي هي التصرفات الوسواسيه القهريه اللي هو مثلا يحب يرص الحاجات جنب بعض طبق بتاعه طبق الاكل يترص بشكل معين لو يتغير بسلايه مكانها ما بقت في وسط الرز بدل ما هي لوحدها يتنرفز ويتعصب ودي اللي بتبقى او لبس معين يكون أو مصمم معين يلبسه هو أو بس او لعبه معينه ما يمسكها على طول ما بيمسكش غيرها واي تغيير عن الروتين ده بينرفزه ويدخله ممكن في ثوره ومشاكل الاب والام ما يفهموهاش. دي اصعب حاجه بيواجهوها الاب والام ان هو مش بيحسوا ان ابنهم حاسس بيهم. عشان كده اهتمامنا مش بس بالاطفال اللي في التوحد مهتمين كمان بالاسر وعاملين برامج لاكساب مهارات
على فكرة على مستوى يعني على كل المستويات الاجتماعية، احنا بنتكلمش على مستوى معين، يعني احنا بنتكلم على كل المستويات وبأبسط الخامات. يعني احنا بنعلمهم لعب بسيطة جدا، بالونات ومش عارفة حاجات توعوية ببساطة يقدر ان هو يعالج بيها، بيقدروا يعملوها في البيت تأخر او تحمي الطفل من انه يجيله هذه الظاهرة وهذا المرض. طيب من الأهداف التانية للمبادرة زي ما حضرتك قلتي إنها بتوصل لكل الشرائح الاجتماعية، وده يتطلب منكو يعني الذهاب بقى للمحافظات البعيدة، التواصل إزاي مع الناس علشان توعيتهم، علشان كمان يقدروا يعرفوا الأفكار المميزة للمبادرات. والله إحنا خطتنا كانت إننا نشتغل بالذات في التوحد في الرعاية الأولية، في وحدات ومراكز الرعاية الأولية، لأن يعتبر إن الوحدة الصحية موجودة جنب كل أسرة، فكان سهل جدا أن الناس توصل لها. فدربنا الناس اللي جوه الوحدة الصحية، الأطباء والصيادلة والدكاترة الأسنان، تعرفين الأطباء عددهم قليل، فبندرب كل فئات العاملة في المكان بما فيهم التمريض، بما فيهم الناس اللي بتشتغل الأخصائيين، عشان لأن هو ده كل الناس متواجدين بالضبط، يبقى في حد مستمر هو اللي هيستقبل. الحاجة التانية أن احنا عندنا خدمتين تانيين للناس اللي مش عارفة توصل للوحدات الصحية، اللي هي خدمة الخط الساخن للإشارات النفسية وخدمة المنصة الوطنية للصحة النفسية. الخط الساخن تليفون اللي هو 16-32-8 16-32-8 أي حد يتواصل معاه ويطلب الاستشارة ممكن جدا الخط ده يوجهه لأقرب مكان يقدر يتلقى فيه الخدمة. النوع التاني من التواصل اللي مش محتاج الإنسان يتنقل للمكان هو المنصة الوطنية للصحة النفسية، بتتقال كده المنصة الوطنية للصحة النفسية، يكتبوها على أي محرك بحث يطلع لهم على طول، يدخل ياخد معلومات كافية جدا عن المرض، يعمل لنفسه أو لأولاده الاختبارات اللي قلت لحضراتكم عليها، وممكن كمان يطلب معاد إن هو يبقى له يعني يعمل جلسة نفسية مع حد من المتخصصين. مشكورك جدا دكتورة منن على وجود حضرتك معنا، دكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة. شكرا على كافة المبادرات، صحتك سعادة يعني مبادرة مميزة كلنا محتاجينها بكل يعني الدعم لينا كلنا مش بس حد بعينه. بشكرك جدا على وجود حضرتك معنا، لسه معاكم في يوم سعيد مكملين بعد الفاصل. لو كنا لسه بنتكلم عن اهتمام الدولة بالصحة النفسية لفئات العمرية المختلفة، كمان بيكون في اهتمام برعاية المواهب ورعاية كل القدرات اللي ممكن تكون موجودة عند الفئات العمرية المختلفة هنا، سواء بالنسبة للطفل أو الشباب أو كبار السن، الرجال أو المرأة، كلهم بيتم الاهتمام بيهم في إطار حقوق الإنسان زي ما بنأكد دايما، بحيث يكون عندنا بيئة تعليمية وصحية آمنة. عشان كده في السنوات الأخيرة شفنا تعزيز لدور المرأة من خلال مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية وإتاحة فرص عمل أكبر للمرأة في كل مكان. بالتأكيد ومن أهم المشروعات المصرية اللي بتدعم الكلام ده مشروع أهل مصر اللي قدمته وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية تحديدا، واللي هدفه أنه يساعد في تشكيل الوعي وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن ورعاية الموهوبين وتحقيق العدالة الثقافية. علشان نعرف أكتر عن المشروع مشرفنا في الاستوديو الكاتب الأستاذ محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة قصور الثقافة. أهلا بحضرتك ويوم حضرتك. أهلا وسهلا بحضراتكم ويوم سعيد عليكم وعلى السادة المشاهدين، وسعيد في الحقيقة أن احنا بنلتقي لكي نتحدث عن واحد من المشاريع المهمة اللي بتؤكد عليها وزارة الثقافة المصرية وهو مشروع أهل مصر. طيب يعني لو هنتكلم بقى بالتفصيل عن المشروع، الأهداف اللي مطلوبة أو إزاي بدأ فكرة أهل مصر وليه اختيار المحافظات الحدودية تحديدا؟ والله هو الدولة المصرية لها استراتيجية، ومنها وزارة الثقافة برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هن وزير الثقافة، في هدفين مهمين جدا هذا المشروع بيشتغل عليهم. الهدف الأولاني هو بناء الإنسان المصري، الهدف الثاني هو حماية الأمن القومي المصري. ليه؟ لأن إحنا لما بنشتغل مع أطفال الحدود، مع شباب الحدود، مع المرأة في الحدود، إحنا ببساطة شديدة بنقول لهم أنتوا والمركز شيء واحد، يعني مفيش حدود ومفيش مركز، معناها ان اهل مصر كلهم حاجه واحده، مواطن مصري، مواطن مصري موجود. هذا المواطن لو كان طفلا او كان شابا او كان امراه، خلاص شابا سواء فتى او فتاه، في الحقيقه انت بتتعاملي مع كل اهل مصر هناك،
في الحقيقة أنت عايزة تقول لهم أن في حالة وفي برنامج مهم الدولة شغالة عليه ضمن الهدفين اللي احنا اتكلمنا عنهم, وهو برنامج العدالة الثقافية اللي حضرتك قلت عليه. العدالة الثقافية بتحمل حاجتين, المكان والفئات النوعية للبشر. بمعنى المكان هنا أنا بتكلم على 6 محافظات حدودية, يبقى من واجب وزارة الثقافة وواجب الدولة المصرية أنها تصل لولادها في أبعد نقطة موجودة. فتخيل الطفل اللي موجود على هذه الحدود اللي كان طول الوقت يعني يحلم بأنه هو يشوف القاهرة أو يشوف اسكندرية أو يشوف المنيا أو يشوف الإسماعيلية أو يشوف أي بلد من البلدان دول. بيحدث أن السنة دي إن شاء الله هيبقى فيها عندنا 18 أسبوع للفئات اللي احنا اتكلمنا عليها. هو انتوا بتخصصوا اسابيع معينه في السنه في مثلا في اجازه نص السنه ولا في طول السنه يعني السيشن السنه دي احنا مترجتين حوالي 18 اسبوع للثلاث فئات. ان شاء الله هنوصل لاكثر من كده باذن الله. بيتزامنوا مع بعض يا فندم؟ يعني الاسبوع ده للموضوع الفلاني ولا مخصص لكل محافظه؟ لا مش لكل محافظه, هو الست محافظات. الفكره الاساسيه ان الست محافظات يجب ان يجتمعا معا. تمام. بالإضافة لأبناء القاهرة وبعض المحافظات في الدلتا. بمعنى إيه اجتمعوا؟ يعني بتعملوا لهم فعاليات يزوروا فيها المحافظات الأخرى, تبادل ثقافي ما بينهم وما بين. بالظبط حضرتك بتقولي كده الكلام اللي بيحدث بالظبط. إحنا دلوقتي مثلا على سبيل المثال كنا آخر حاجة لقاء أطفال أهل مصر أطفال في الأقصر, كان موجود أطفال شمال سيناء وجنوبها ومطروح وسيناء والبحر الأحمر والواحات اللي هي الوادي الجديد. أطفال الست محافظات دول زائد بعض الأطفال اللي موجودين من القاهرة وبعض المحافظات الأخرى, يعني يعملوا يجمعوا 8 محافظات مع بعض. يكون هنا بقى عندنا يعني وعي وانتماء وولاء ودمج ما بين الكل على مستوى الجمهورية, وما بيعودوش مع بعض. يعني مش كل محافظة أطفال محافظة بيعودوا مع بعض, لازم يكون في الأوضة مثلا 2 مختلفين من محافظات مختلفة أو 3 مختلفين. المهم وحتى في الورش العمل اللي بتتم هتلاقي مثلا طفل من حلايب على طفل من أسوان على طفل من سيناء على طفل. طب إيه ورش العمل اللي بتقدموها لهم؟ إيه النشاطات اللي بتحصل علشان يقدروا يندمجوا مع بعض وفي نفس الوقت كل واحد يقدم ثقافة محافظته اللي قد تكون مختلفة بعض الشيء عن المحافظة الأخرى؟ تمام. هو على سبيل المثال لو احنا قلنا في نوعين, في عبارة عن ورش فنية وفي ورش حرف تراثية وتقليدية. هدي نموذجين مثلا ورشة الغنى على سبيل المثال, الأطفال اللي هم عايزين يغنوا ككورال أطفال مثلا من الست محافظات بينضموا مع مدرب للكورال وللموسيقى. طب والتمثيل نفس الحكاية, والإلقاء نفس الحكاية, كتابة القصة نفس الحكاية, كتابة المسرح نفس الحكاية. طيب وهم بياخدوا الحاجات دي بيبقى في كلام بيتقال مهم جدا عن دوره أصلا في مكانه خلاص وأهميته بأدوار الآخرين اللي بالمادة نفسها اللي بتتقدم له. طيب هنستأذنك أستاذ محمد, هنروح نشوف أهالي المحافظات الستة بيطلبوا منكم إيه وبيقولوا رسائل إيه لأهل مصر. نتابع. أنا اسمي جمانة سيد من محافظة أسوان, عندي 15 سنة, أول مرة بصراحة أجي أزور الأقصر, فعجبني فيها متحف التحنيط ويعني تعرفت على أصحاب جدد يعني من شمال سيناء ومن مناطق تانية معينة من محافظات معينة غير محافظتنا. أي حاجة قديمة عندي ما أرميهاش, ممكن أعد تدويرها أعمل منها حاجات جديدة. فنان وائل عوض, فنان تشكيلي ومؤلف موسيقي. إحنا النهاردة في ملتقى أهل مصر في الأقصر الأسبوع 34 بعمل ورشة التصميم الفني, بنعلم الأولاد إزاي يعملوا تصميم وتكوين فني والكتلة والفراغ والألوان وأنواعها وإزاي نوزعها في التصميم. اشتغلنا على 4 موضوعات, الانتصار في الحضارة المصرية القديمة في الأسرة 18, اشتغلنا على أحمس, واشتغلنا على غلاف كتاب للآلات الموسيقية والفن الزهور, ثم آخر موضوع اشتغلنا على مبادرة بداية إزاي نعمل تصميم جديد مختلف وجديد لمبادرة بداية. فنان نصر عبد التواب, مخرج ومدرب عرايس في ملتقى أهل مصر, بدرب الأولاد على فكرة عروسة العرجوز وأهميتها في تكوين الشخصية المصرية وجزء من التراث المهم في فكرة الصون والحفاظ عليه من الاندثار. فمهم جدا ان احنا ننقل خبراتنا للجيل الجديد يحمل لواء وراية الأرجوز مرة اخرى. كريم احمد سليم, محافظة الوادي الجديد.
سني 14 سنة، وتاني مرة يعني أول مرة كنت في مصر، وتاني مرة ليا في الأقصر، وأنا سعيد إن أنا بشارك في تاني مرة يعني. والمرة اللي فاتت كنت في ورشة الإكسسوارات ماشي، والمرة دي في ورشة الأركيت، فببقى أحسن يعني كل مدى يعني. المرة اللي فاتت اتعلمت إكسسوارات كويس، والمرة دي بتعلم أركيت، فببقى بتحسن يعني. مثلا ما عرفتش دي بتحسن فيه. أنا اسمي ماهر سعيد محمد مسلم، محافظة مطروح، مركز سيوة. أنا بشكر وزارة الثقافة إن أتحت لنا الفرصة لأطفال محافظة مطروح تشترك في ملتقى أهل مصر بمحافظة الأقصر، شافوا المعابد والمتاحف واشتركوا في الورش زي الخيامية أو الجلدية أو مثلا الخرز أو الشبك أو في المسرح. طبعا تحل لهم الفرصة إن يعرفوا إيه المسرح، يوقف إزاي في المسرح، إزاي يعرف يخرج يوقف على المسرح، إزاي يعبر. طبعا بالنسبة للأطفال انبسطوا جدا بملتقى أهل مصر، وأنا كمان مرة بشكر وزارة الثقافة اللي تحت لنا فرصة إن يشاركوا في ملتقى أهل مصر. الحمد لله. زي ما تابعنا كده ازاي ان بيكون في مشاركات سواء بالنسبه للاطفال او القائمين على تنفيذ البرامج اللي بتتقدم للاطفال في المشروع اللي بنتكلم عنه. هنرجع مره تانية للكاتب محمد عبد الحافظ، نائب او نصف نائب رئيس هيئه العامه لقصور الثقافه. حضرتك تابعت معانا يا فندم. نعم. الاطفال، وربما وضحت لنا ان الاطفال دي منهم ناس بتيجي مره واتنين علشان يكمل، وكمان حضرتك كنت بتعلق معانا على كل واحد من اللي ظهروا، وربما عرفنا معلومات جميله كمان ممكن توضحها. هو على سبيل المثال زي ما حضرتك قلت، في بعض الاطفال بنضطر ان يجوا معانا مره ثانيه عشان نكمل الكورس المهم اللي موجود. على سبيل المثال كورس تعليم فن الاراجوز. الاراجوز دلوقتي صدر له قرار في 2018 من اليونسكو انه بقى على قائمه الصون العاجل. ده معناه ان هو في خطر شديد وممكن ينقرض. يبقى معنى كده ان انت عايز ايه تعلم ناس. وخطورة الأراجوز أو صعوبته إنك حاجتين: الأمانة اللي هي الزمارة اللي بتتحط في سقف الحلق، زائد إزاي يتحدث بها الفوناتكس. فالدنيا مش سهلة يعني، لو هو حد خد الأمانة وحاول يتكلم ما يعرفش. ولذلك الفنان نصر عبد التواب ده طبعا من أهم لاعبي الأراجوز، وكان مع الفنان عمر الشريف في فيلم الأراجوز، بيعلم هناك معنا كواحد من أكثر الخبراء في مصر والعالم العربي في تعليم ده. ففي يعني كورس الأراجوز ده بياخد كم؟ بياخد على الأقل 30 يوم علشان يعرف يعمل الأمانة بتاعه ويعرف يتكلم بيها. والبرنامج عند حضرتك 10 أيام؟ والبرنامج 10 أيام. إذن أنا ممكن أرجع له تاني. إذن الهدف الأساسي للبرنامج التنمية كمان. يعني أنا ترجع له تاني. نعم. ليه فكرة يعني مثلا أنه يبقى فيه لا مركزية، أنه بعد ما هو أخذ أسبوع أو اثنين أو ثلاث أسابيع في القاهرة أو في أي محافظة أخرى من المحافظات اللي بتخلوهم يزوروها، أن في محافظته بقى الحدودية يستكمل تدريب. بالضبط زي ما حضرتك كده تمام، هي دي الفكرة الأساسية، لأن أنا مش هرجع له بقى تاني. هو كده عرف إزاي يعمل الأمانة الزمارة، وعرف إزاي يتكلم بيها. هو نفسه هيبقى سفير لهذا الفن هناك طبعا. مش ده الفن لوحده يعني، برضك الفنان وائل عوض اتكلم على الرسم بالموسيقى، ازاي يخلي العيال يعيشوا في زي ما بيقولوا ملكوت الموسيقى وهم بيرسموا. برضك دي من الورش المهمه اللي موجوده. وايضا بنحاول يعني ايه نربط الاشياء مع بعضها. يعني في حاجه اسمها جائزه الدوله للمبدع الصغير. المبدع الصغير ده واحده من خمس جوائز الدوله، ودي اهم من اهم جائزه من جوائز الدوله خلاص للاطفال في السن ده. إذن كمان عندنا نعم. تحفيز بس مش بالزبط. مجرد التعميم. بشكرك يا فندم. شكرا جزيلا. وكل التحيه لوزاره الثقافه والدور اللي بتقوم بيه في مساله ترسيخ العداله الثقافيه. شكرا جزيلا. يعني كل التحيه ليكم على مجهودكم، ودايما طبعا يكون في تواصل ما بين كل الجهات من اجل تنميه كل فئات المجتمع، ما بينها كمان الاطفال لانهم جزء مهم جدا. احنا هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنسيب حضراتكم مع فقره مميزه جدا مع ثلاثة من أعضاء فرقة المصريين اللي شاركوا في مهرجان القاهرة الدولي للجاز، واللي أجرت حوار معاهم زميلتنا عبير عبد الله، ويعني إن شاء الله يكون حوار مميز كده تستمتعوا بيه مع موسيقى مميزة جدا. فاصل ونرجع نكمل.
بنات إن الجواز راح وما تزعلوش يا بنات إن كنا بصراحة إن الجواز عمره عمره ما كان راحة. أهلا بكل متابعينا، احنا النهاردة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة جينا علشان نتابع فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للجاز في دورته الستاشر. هيكون معنا فرقة المصريين اللي هتعيد تاني إحياء أغاني اتربينا عليها كتير زي ما تحسبوش يا بنات وزي ماشية الصنيورة. الفرقة دي اللي أسسها الموسيقار هاني شنودة سنة 1977. هنسمع أغانيهم وهنقابل كمان الفريق اللي موجود دلوقتي اللي بيتكون من 3 شباب. هنسمع معاهم كل الأغاني وهنعرف كواليس إعادة إحياء الفريق من تاني. ماشية السنيورة كده كده هو عاوزة لها صورة كده كده هو بصت في العدسة كده كده هو راحت مكسورة أهو كده هو بيقولوا عليا. الموسيقار العظيم هاني شنودة، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. في البداية عايز أعرف من حضرتك مسلسل حالة خاصة أثر إزاي في إعادة إحياء ورجوع تاني فرقة المصريين؟ الحقيقة أنا ما مش أنا اللي اقترحت، لا المخرج والمنتج والمونتير، اللي لقيتهم عاملين واخدين 6 اغاني من فرقه المصريين، فلما قالوا لي نعمل الموسيقى طبعا انا امال مين حد ثاني، عملنا المسلسل. وده كان مسلسل صعب لان هم قالوا لي ان هم عايزين لونجا 85 اعملها تتر، فكان لازم احول المزيكا من مزيكا راقصه تنعش الروح والقلب الى حاجه فيها سايكو او حاجه يعني مرض عقلي او التوحد. لما عملنا بقى كده لقينا ان الشباب ابتدوا يحبوا الاغاني دي. حتى انت شفت حضرتك الزني وزحمه ومش عارف ايه الكلام ده كله، الشباب التفتوا ان في حاجة في 77 عملت هزة في مصر ونجحت قوي وبعدين نجحت تاني وده صعب قوي قوي. حضرتك شايف ايه في الشباب اللي حضرتك اخترتهم لتمثيل فرقة المصريين دلوقتي؟ هل بيفكروا بأعضاء الفرقة زمان؟ لا بالعكس، أنا دول كنا انا جايبهم عشان يبقوا نجوم المستقبل زي ما وقفت مع عمرو دياب ومحمد منير وعمر فتحي وكده. لكن انا لما لقيت ان حان الوقت ان احنا نعيد تراث المصريين اعتمدت على الناس دول علشان ياجلوا شويه مشروع النجوميه بتاعهم ويقدموا فرقه المصريين، وبيتهيألي ان ده هيبقى في صالحهم كمان. طب هل إعادة فرقة المصريين تاني للضوء، هل ده ما يجيبش لحضرتك فكرة إن إحنا نقدر تاني نحيي كل التراث بموسيقى تكون موجودة دلوقتي أو بشكل يكون من متخصصين؟ حضرتك فكرة حلوة جدا، بس ده المفروض تقوم بيه وزارة الثقافة. يعني أنا يبقى عندي إمكانية إن أنا أعمل 1 2 3، لكن وزارة الثقافة ممكن تجيب 4 5 موزعين كل واحد ياخد 3 4 اغاني، يبقى عندنا تراث، خاصة ان دي كنوز ولازم ما تتسابش. لكن في نفس الوقت ده موضوع مهم جدا، الحالة دلوقتي لا تسمح الا بالجديد. ليه؟ لان جمهور جديد طبعا عايز اغاني جديدة. يعني ان شاء الله هنعمل حاجة كويسة، انا لسه بفكر فيها دلوقتي ان احنا هنعمل اغاني باللغه الانجليزيه ونلف الدنيا. طب ايه هي نصيحه حضرتك للشباب اللي بيغنوا دلوقتي؟ كون نفسك، ما تقلدش، مش عشان فلان ناجح اعمل زيه، لان اعمل زيه مش نجاح. نجاح للشخص اللي انا بقلده. فنصيحتي ان بي يور سيلف، كون نفسك يعني شوف لك طريقة تكون مختلفة عن كل الناس. بعد مسيرة حضرتك لأكتر من 50 سنة، حضرتك شايف الفن وصل لإيه دلوقتي؟ أنا مش ناقد فما أقدرش أعرف، يعني بسمع أنا كرؤية فنية.
انا بقى حضرتك انا عارف انت قصدك ايه وعملت وتجيبيه يمين وشمال. اقوله لك بصراحه، انت رايك ايه؟ رايي في المهرجانات المزيكا بتاعتهم حلوه ومقبوله وكل حاجه، لكن الكلام لا. وهكذا اللي بيعمل مزيكا ايا كان نوعها حلوه، لان المزيكا مجرده لا توحدك باي حاجه، الكلام هو اللي يوحدك كده او كده. الموسيقار العظيم هاني شنوده بنشكر حضرتك يا فندم. يا اهلا وسهلا. استاذ عمرو صراح رئيس مهرجان القاهره الدولي للجاز، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. في البدايه عايز اعرف من حضرتك الفكره جت ازاي لتاسيس المهرجان هنا في مصر؟ المهرجان بدا 2009، والحقيقه كانت الفكره يعني من دافع وطني، عشان يعني الوضع مصر على خريطه يعني المهرجانات العالميه الموسيقى الجاز. ما كانش عندنا مهرجان لموسيقى الجاز الحقيقه، رغم ان احنا عندنا جيل يعني او اكتر من جيل حقيقه للموسيقى للموسيقيين الجاز. انا في السنه اللي قبل دي كنت في جوله كبيره مع فرقتي في الولايات المتحده واوروبا، يعني كانت جوله ضخمه شويه وكانت مهرجانات كبيره. شفت دي مهرجان يعني المهرجانات بره يعني احداث ثقافيه حلوه جميله بتجمع الناس وفيها بهجه، فرجعت يعني مشحوق واخد شحنه، قلت ازاي احنا ما عندناش مهرجان جاز، فقررت ان احنا نعمل مهرجان جاز. تواصلت مع موسيقيين مصريين الكبار طبعا زي فتحي سلامه ورشاد فهيم ويحيى خليل يعني نجوم الصف الاول من الموسيقيين اللي انا كمان يعني اعرفهم وعملت مع كتير منهم، وعرضت فكرة المهرجان. يعني حصل تفاعل إيجابي جدا وحبوا الفكرة ليا، وابتدى يكتسب يعني زخم وشهرة شيئا فشيئا، يعني إلى أن هو أصبح يعني واحد من المهرجانات المهمة اللي بتقام في العالم. يعني دلوقتي عدد الدول المشاركة في قد إيه؟ السنة دي احنا بنستضيف 15 دولة ويعني وعندنا 22 عرض قدمناه السنة دي، ومجموعة من الفعاليات الهامشية اللي برضو قدمناها على في مدار التسعة أيام بتوع المهرجان. أستاذ عمرو صلاح رئيس مهرجان القاهرة الدولي للجاز، اتشرفت بحضرتك. شكرا جزيلا. منى العطار احد اعضاء فرقه المصريين، اهلا بيكي. اهلا بيكي. في البدايه عايز اعرف منك ايه الجديد اللي قدمتوه في مهرجان الجاز السنه دي؟ احنا قدمنا اغاني فرقه المصريين اللي هي بتتكلم عن كل حاجه اجتماعيه من سنين طويله بس بطريقتنا الجديده. هل ده احياء للقديم ولا انتوا بتضيفوا حاجه جديده؟ اكيد بنضيف حاجه جديده، هو احياء للقديم فعلا، بس احنا برضو بنضيف حاجه جديده وبنضيف روحنا والشباب والمزيكا الجديده اللي عايزين نعملها دلوقتي ونقدمها. رد فعل الجمهور كان ايه بعد غيابكم كل الفتره دي ورجوعكم؟ رد فعل الجمهور لا، كان الناس مخضوضه، ناس كتير قوي كانت متفاجئه جدا ان المايسترو لسه موجود ولسه بيعمل مزيكا وان احنا ممكن نعمل حاجه جديده الناس ممكن تسمعها، ده غير ان كان الناس متفاجئه اصلا ان المزيكا دي من سنين طويله جدا. هل اثاره مسلسل حاله خاصه للاغاني القديمه بتاعت فرقه المصريين هو ده كان سبب رجوع الفرقه تاني؟ طبعا كان سبب كبير جدا ان احنا نبقى موجودين كباند من اول وجديد، ان احنا نرجعه اساسا. ايوه. طيب حسيتي بايه بعد رجوعك او بعد احياء الاغاني دي مره تانية؟ انا اصلا اوريدي بقالي 3 سنين بغني مع المايسترو الاغاني دي، بس فكره ان الناس فجاه اكتشفت الاغاني وحست انها شبابيه وان هم حاسين بيها واطفال صغيرين جدا بيسمعوا الاغاني دي، كانت بالنسبه لنا اللي هو مفاجاه. طب احنا ليه مش موجودين؟ طب ما نطلع. فطلعنا. اغاني عايشه من زمان فعلا. بالظبط كده. هل الموسيقار هاني شنوده كان له دور معاكم؟ المايسترو مبدئيا انا رحت للمايسترو من 4 سنين، خبطت على بابه وقلت له ان انا عايزه اغني، فدي الطريقه اللي انا بدات بيها معاه، وفعلا احنا بقى لنا 3 سنين، هو قبل ما نبقى بنغني اصلا هو علمنا ازاي نطلع قدام الناس، خلينا نروح دور مسنين ودور ايتام ونغني للاطفال، نغني لكل انواع الناس عشان نقدر نبقى اصلا فنانين حقيقيين، فهو كان بيساعدنا ان احنا نبقى فنانين وبيخلينا نعمل حاجات كتير قوي قوي ما كناش متخيلين ان احنا ممكن نعملها عشان نبقى فنانين حقيقيين. بعد كده بقى بدانا ان احنا نغني في حفلات اردن، تقريبا لفينا الاوبرا، لفينا مصر كلها، غنينا في كل حته. وبعد كده قلنا طب ليه ما نعملش فرقه المصريين بس، وعملنا الفرقه.
طب هل كان لك مشاركة في فرقة قبل كده ولا لا؟ دي أول مرة؟ لا أنا كنت وأنا صغيرة في الجامعة كنت بلعب مع باندز يعني أنا اللي بعملها، بنروح نلعب مزيكا في جامعات بنتبسط، لكن ما كانش اللي هو شغلتي الأساسية إن أنا بغني، بس كنت بعمل ده عشان أنا حابة الموضوع بس. طب أنت رأيك الغنى كباند مع بعضه أحلى ولا السولو؟ الاثنين. مفيش يعني أنا بعمل الاثنين. أنا بغني المتعة أكتر فين؟ الاثنين طبعا. أنا بغني مع باند المصريين وفي نفس الوقت عاملة البروجكت بتاعي اللي فيه الأغاني بتاعتي، ده فيه روح فرقة المصريين اللي أنا تابعة ليها جدا جدا جدا، وده فيه روحي الخاصة بقى اللي أنا بطلعها والكلام اللي أنا بكتبه والغنى بتاعي، فالاثنين أحلى من بعض بالنسبة لي والاثنين مهمين في تجربتي. يعني أحلامك نفسك توصلي لفين؟ نفسي أسافر أغني في كل حتة في العالم. تمام، متشكره لحضرتك جدا. شكرا شكرا. ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راح، وما تزعلوش يا بنات ان قلنا بصراحه ان الجواز عمره عمره ما كان راحه. تينا عدلي اهلا بيكي. اهلا بيكي. عايز اعرف منك ايه الاختلاف اللي بيكون بينكم انتوا الثلاثه، كل حد مميز بايه؟ هو من اكبر اسباب نجاح البند طبعا بعد المايسترو والمزيكا بتاعته الخطيره، بس من اكبر اسباب نجاحه بعد ده ان احنا الثلاثه مختلفين عن بعض تماما، كل حد ليه ستايل وليه طريقه في الغنى وصوت اصلا وامكانيات صوت ورينج صوت مختلف خالص عن التاني. يعني انا مثلا سوبرانو وبغني الحاجات اللي ممكن تكون فيها حاجات أوبرا شوية أو طبقتها عالية شوية، منى ميتسو سوبرانو وبتليق في الحاجات الأجريسيف شوية وشاطرة في الحاجات اللي ممكن تبقى فيها يعني زي لما كان البحر أزرق ماشية صنيورة، أنا بغني حاجات فيها طبقات عالية شوية زي وقت أشوف ملامحك زي بحلم معاك، فده اختلاف كبير ما بيننا. وصيف طبعا بما انه ولد ففي اختلاف كبير قوي ما بينه وما بيننا، فكل حد مننا حتى لما بنغني نفس الاغاني بنغنيها كل حد بيديها شكل مختلف، فده يمكن اكبر سبب للنجاح يعني في البند. ايه اللي دفع فرقه المصريين للعوده تاني؟ احنا كنا مع المايسترو من بدري بقالنا 3 او 4 سنين، كنا بنعمل حفلات اوركسترا برضو مع المايسترو وبنغني حاجات من ألحانه برضو، بس من ساعة مسلسل حالة خاصة كانت الأغاني انتشرت جدا بتاعت المصريين وابتدت تتسمع بشكل كبير وبشكل احنا فاجئنا، يعني ان احنا الأغاني دي كانت قديمة جدا من أكتر من 40 سنة ولما رجعت تاني تتحط في مسلسل زي ده الناس سمعتها واستقبلتها بشكل حلو جدا وحبيتها كمان وحفظتها، ففكرنا ان احنا ليه ما نرجعش فكرة البند تاني. فعملنا ده ورجعنا البند تاني ولقينا كمان قابلنا حب كبير قوي من الشباب ولقيناهم حافظين الاغاني وفاجئونا ان هم حافظينها وبيحبوها ومتفاعلين جدا معانا، فكان النقطه الفاصله هو المسلسل، مسلسل حاله خاصه. تينا عدلي احد اعضاء فرقه المصريين، بشكر حضرتك جدا. ميرسي. شكرا. اتمنى عيوني عسليه وقت ما فضي شويه ابقى خلاص خلاص بقيت خالد. اهلا بيك. اهلا بيك. في البدايه خالص عايز اعرف منك ازاي انضميت لفرقه المصريين؟ في البدايه انا انضميت مع المايسترو من 3 او 4 سنين، كان عامل اوديشن على تويتر، كان طالب مغنيين شباب ورحت واتقابلت وفضلت معاه لحد ما يومنا هذا يعني. طب ازاي اتجمعتوا انتوا الثلاثه يعني كان كلكم؟ احنا كان عامل اوديشن فكان عدد كبير اتقبل، يعني كنا تقريبا 15 مغني، ومع الوقت يعني مع مرور الوقت ابتدينا مايسترو يصفصف لحد ما رسي علينا احنا الثلاثه. هل بس بتقدموا مجرد الاغاني اللي فاتت وبتعيدوا احيائها تاني ولا بتضيفوا جديد؟ لا يعني اكيد بنشتغل على حاجه زي كده ان احنا نضيف حاجه جديده، ستايل جديد للاغاني، يعني حتى نفس الاغاني بس بستايل جديد، بنحاول نجدد بشكل عام عامه يعني. طب انت شايف ايه هي اهميه الحفاظ على التراث الموسيقي عموما؟ هي حاجة مهمة، يعني هي حاجة مهمة جدا ان احنا لازم نحافظ على التراث، بس ما فيش مشكلة لو عملناها باسلوب مختلف، يعني زي ما يعني مثلا حاجة زي اغاني المصريين هي موجودة من سنة 77 اعتقد، فان هي الشباب بيسمعوها لحد دلوقتي ويحبوها دي حاجة بصراحة، يعني احنا كده يعتبر حافظنا على التراث ان احنا اعدنا احياء فرقة المصريين من تاني بس، فهي لازم نهتم بالتراث بصراحة. طب انت شايف ان موسيقى الجاز بتتطور؟
طبعا. طيب انت شايف ايه دلوقتي وصلت فين في مصر وفي الوطن العربي عموما؟ يعني طالما الناس بتسمع وكل فتره الناس بتسمع يعني الوعي بتاعها بيزيد ان هي تسمع حاجات مختلفه وحاجات كتير, فانا شايف ان لا يعني هي الجاز في مصر انتشر اكتر من الاول, وبره طبعا كده كده هو منتشر يعني بشكل عام برضو, فلا يعني بينتشر اكتر واكتر في مصر. سيف خالد احد اعضاء فريق المصريين, شرفت جدا بوجودك معايا. انا اكتر والله, اتشرفت جدا بحضرتك, شكرا. كانت فقرتنا النهاردة من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للجاز في دورته الـ16 من الجامعة الأمريكية مع فرقة المصريين. فرقة المصريين اللي استمتعنا معهم النهاردة بغناهم وفنهم, واستمتعنا كمان بعودتهم تاني بعد سنين طويلة من عدم المشاركة من خلال 3 شباب. وبكده تكون انتهت فقرتنا, واستنونا في فقرات تانية كتير وبرنامج يوم سعيد. وبنشكر زميلتنا عبير اللي فقرتها المميزة خلصت فقرتنا النهاردة من يوم سعيد. بكرة إن شاء الله هيكون ليكوا لقاء مع الزملاء نرمين وديمة. شكرا لك يا عبير. طبعا كانت فقرة مميزة, شكرا يا أحمد, وبنشكر عبير مرة تانية, وشكرا ليكوا كل مشاهدينا, وإن شاء الله بكرة الساعة 8 حلقة جديدة ويوم جديد سعيد معنا هنا على قناة المحور. إلى اللقاء.